اليوم راح تكون البداية مع شخصية بحرينية تعد من أبرز الملحنين في البحرين والعالم العربي، وله نسبت النقلة النوعية اللي شهدتها الفرقة الموسيقية للشرطة في البحرين. ضيفنا الليلة راح يكون اللواء الدكتور مبارك نجف. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ومثل ما عودناكم مشاهدينا الكرام أن كل ليلة من برنامج وطني هي ليلة مميزة، ليلة جميلة وليلة استثنائية. وضيفنا لليوم الموسيقى بالنسبة له هي تربية، وهي أساس العديد من أمور الحياة. عند الموسيقى يمكن هاجس، يمكن حياة فعلا، ويمكن شيء يحبه. وفعلا لأن الموسيقى أو الألحان الجميلة والأصيلة والرائعة اللي قدمها وصلت للعالمية يا فواز. من ما تكون الموسيقى هي الحياة بالنسبة له، هي المتنفس بالنسبة له. بالفعل يعني دقات القلب، الثواني، العديد من أمور الحياة تمشي إيقاع معين، واختلال وزنها يضيع بالتأكيد سيرها يا هيا. صحيح. ضيفنا اليوم صنع من الموسيقى لنا العديد من الذكريات، وكل يوم بالنسبة له وفرصة للتعلم. رحب وياكم مشاهدينا الكرام باللواء الدكتور مبارك نجم، قائد الفرقة الموسيقية للشرطة، واللي نفخر بأنهم عادوا تسجيل أغنية وطني عشان برنامجنا. قيادة المايسترو مبارك نجم. قبل ما نرحب فيه نطلع هذا الفاصل ونرجع للحديث الجميل جدا المليء بذكريات الوطن وحب الوطن مع الدكتور اللواء مبارك نجم. وانا بالروح اضحي لك يا بحرين، وانا المايات على سيافك يا بحرين. الله على هالكلمات وعلى هالالحان الجميله، دائما مثل هذه الاغاني تتم عالقه بالذاكره وما ينساها. صحيح. وما حد ينساها جيل بعد جيل. صحيح. مساك الله بالخير دكتور، وسعداء جدا بقبولك الدعوه وتواجدك معنا اليوم في الوطن. مساكم الله بالنور والسرور، واهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. نورت تلفزيون البحرين ونورت استوديو وطني. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا فيك، حياك الله يا دكتور. اهلا وسهلا. دائما في بالي انا ببتدي بهذا السؤال، هي ما كان موجود لكن انا خلى في بالي. قول. دامك مايسترو دكتور، عصا المايسترو شو الهدف منها؟ انا اشوف الالحان يعني هذه كلها تحرك
الفنانين اللي قاعدين باختلاف ادواتهم الموسيقيه كلهم؟ هي طبعا لان هي اللي تضبط السرعه، تضبط يعني كثافه الصوت، قوه، ضعف، حركه، تسريع، تبطيء، انفعال، تعابير، كلها من خلال حركة العصا. وكل موسيقي ولا كل فنان قاعد بأداته الموسيقية يعرف لا طريقة ويعرف أن هذه يفهم طبعا يفهم الحركات هذه كلها. جميل. حتى في طريقة التعبير، يعني لما بتعبر عن يعني انفعال معين أيضا يعني هو مو بس العصا يعني تعبير الوجه والجسم والأداء يعني أتذكر مرة أخذنا أثناء دراستي للقيادة أخذنا مرة يعني درس قيادة بالوجه من غير عصا، بس بالوجه، يعني بدون حتى تحرك اليد. شنو الأشياء؟ والرأس شلون نقدر لنا يعني إذا ممكن الحين تعطينا تفصيل واحد على يجيبوا لي قدامي فرقة بالوجه بدون العصا. اي بالوجه، خلنا يعني شلون تعابير الوجه وشلون حركه بالراس، يعني كنا ما نتحرك بيدنا، يعني كنوع من يبون يركزون على ان اشقد التعابير الوجه ايضا مهمة يعني. حتى في الكلام، انا لما اتكلم وياك احنا ما اتكلم وياك بوجه سامف كذي ولا اعصب، يبين من الوجه. فهذه ايضا ياثر على التعابير الموسيقيه. جميل. ويعني والفريق كله ينتبه حق هذه الاشارات ويفهم. يعني احنا قبل الهوى الدكتور كان يحاول انه هو يسوي ذي الحركه. هو مشهور في العمليه هذه. وكان مخرجنا يقول يعني اللي يعزف او يعني يقيد او يقود طبعا الفرقه يبي له واحد طويل. إيه. وهو ما شاء الله يعني عليه. اي والله كان زين طولك عندي. هذه حق الفرقه الموسيقيه دكتور اللي يحرك فيها العصا الطويله عشان يوصل حق اللي ورا. يعني لا نقود فيها في البيت العصا اللي بالعصا هناك. إيه. دكتور لا عصا عن عصا تفرق، ممكن تطلع الحان حلوه ممكن تطلع صحيح. تربيه صحيح. احنا اليوم يعني الحلقة ليش استثنائية وليش أنها مميزة دكتور؟ لأن إحنا بنسولف عن ذكريات إحنا البحرينيين نحبها وارتبطت بيعني الكثير من الأعمال اللي قدمت على تلفزيون البحرين، وخصوصا في مسلسلات رمضان، حزاوي الدار، فرجان الأول. يعني كل حلقة ولها أغنية، وكل أغنية ترى إحنا ليحن حافظينها وليحن يمكن إحنا بين فترة وفترة نستذكرها. أصبحت هذه الأعمال يمكن هي جزء أساسي في ذاكرتنا وللحين إحنا يعني حابينها وحافظينها ونرددها. يمكن في سؤال دائما يتراود، الألحان يعني من وين تستنبطها؟ هل من الكلمات أو من القصة نفسها أو من الكلمات الأغنية؟ هو لأن في الحقيقة عمل درامي، يعني معناته أنه في دراما وفي سيناريو مكتوب وفي قصة. فكل يعني بالنسبه لي كموسيقى تصويريه وكالحان كاغاني لازم كلها تخدم السيناريو. صحيح. تخدم القصه. فلذلك يعني كانت الاعمال وذي النوع من الاعمال في الحقيقه مو بسهله. يعني قليل من اللي يقدر يتعامل مع ذي النوع. تلحين الاغنيه شيء سهل، أغنية حب، أغنية كذا، كأغنية من مستقلة بذاتها سهلة. صحيح. لكن إذا أنت تبي توظفها لخدمة سيناريو، لخدمة صورة، لخدمة موقف، يعني مو شيء سهل. صحيح. يبي له إمكانيات كثير. يعني على سبيل المثال لحن أغاني تخوف مثلاً. أم حمار. إيه. على سبيل المثال. يعني ما بتسمع أغنية تخوف. يعني أو بتسمع أغنية مثلا فيها عراك هواش ضرب. صحيح. مثل في حصاة النذر. في أغنية من أغاني يعني يودوهم زردوهم طقوهم، ذي كلها دراما. يعني كلها ذي وأنا استمديت ذي الألحان أو ذي الجمل اللحنية من خلال السيناريو لخدمة الصورة. عرفت؟ بذلك ان انا الحمد لله بعد عندي قدره يعني في التلحين ذي النوع من الاعمال الموسيقيه، بحكم بعد يمكن انا من صغري تربيت في مسرح وال مع اخوي راشد، ف
كنت أحضر البروفات وكنت أشوف المخرج شلون يوجه الممثلين وشلون يقول لهم لا قولها بهالصورة. فلذلك في البيت العود وفرجان الأول والحذاء والدار الممثلين هم اللي يغنون. يعني مثل الممثلة الله يذكرها بالخير هدى سلطان هي اللي غنت. صحيح. سعد البوعينين يعني بهلول رحمة الله عليه إبراهيم بحر يعني ما أقدر أعدهم لأنه وايد بصراحة كلهم غنوا. صحيح. يعني مثل اشتبي يا سلوم رحمة الله عليه علي الغرير يعني لما فكلها ذي تمثيل كلها يعني كلها أو ما شفته قيسو أي قيسو بروق ما يعني نشأتك في المسرح أثرت هذه عكست إيجابا هذه اللي أثر اللي أنا استطعت بصراحة. ساعات يقولون يعني بعض الأخوة الفنانين سواء في البحرين أو في الخليج يقول أنت ذي المجال تفرجت فيه يعني ذي خلاص أنت ملكت الساحة الدراما الشعبية والتراثية الدراما والعمور هذه وحنا قاعدين نشوف هذا الحامل الجميل أنا أحس لأن وجودي في المسرح وأشوف المخرجين شلون يوجهون الممثلين وارسفت منه. صحيح. دكتور في سؤال يعني هل حضرتك تفصل الألحان على حسب المساحة الصوتية للفنانين؟ يعني بما أنك ذكرت أنك في فنانين وايد شاركوا في أصلاً في الغناء فيعني هل أنت تركز على هذا الجانب؟ خامة الصوت تحكم أحيانا طبعاً طبعاً يعني لأن كل صوت لا مدى لا مجال معين يعني فإذا لما تعطي مثلاً لما لحن حق الله يشافي وذكر بالخير الفنان باسل أحمد الله يشفي يعني أعطيه الطبقة العالية دائماً ألحن له من الطبقة العالية لكن لما لحن حق أخوه حسام ألحن من الطبقة يعني الغليظة يعني باسل نذكر له من ضمن حزاوي الدار وغيرها من المسلسلات هذه الجميلة جدا بيبي متوسي قتني بربرة كان يغنيها غني كان حلو حسام اشتهر في غنية أول هذه خارجي لكن باسل هذه الغنية خذت لها صدى حسام لأنه ما يطلع يعني كذا مقطع له ويغني يخلون عليه ممثل يعني على سبيل المثال مقطع الفرحة في الدنيا قصيرة لو راحت عنك هذه غنية من إبراهيم رحمة الله عليه إبراهيم بحر في الصورة بس صوت حسام وبعد في بعض مقاطع كثيرة صوت حسام بس يحطون عليها صورة أحد باسل غنى أغنية في الجربة شوفوا هواي على مجال يمكن يوصل صوت رجالي صح. عند باسل صوت باسل يعني ما يتكرر من الخامات الصوتية الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله والله يشفيه إن شاء الله ويقومه بالسلامة والحمد لله الأخبار اللي توصلنا عن باسل أخبار يعني جميلة جدا وأنه هو بخير يا رب الله الحمد يا رب الله يشفيه الأغاني الخاصة بالأطفال دكتور شفناك يعني إيه مع أن أنت نشأتك في المسرح وكنت قريب أيضاً من مسرح الطفل في فترة من الفترات نعم لكن ليش غابت عنك بعض الأغاني أو ما استمريت فيها؟ أول ما بديت ويا الأطفال في الحقيقة كانت أغاني وطنية كنت توني متخرج من القاهرة وراجع البحرين فحبيت أقدم للبلد اللي اشتقت له وايد واللي وحشك وحشني وايد واللي قدم لي الكثير عفوا أنا ساعتها جسم ميكروفون ولا ما أدري قدم لي الكثير وأنا حبيت يعني أقدم له بالمقابل حبي وانتمائي وشوقي له لكن حبيت أبتدي من الطفل ومن أطفال المدارس وطالبات المدارس لأنهم في السابق في الحقيقة كانوا يغنون أغاني وطنية بطابع الألحان العربية المصرية يعني بحكم أن معظم المدرسين والمدرسات كانوا من جمهورية مصر الشقيقة في الجانب الموسيقي يعني في الجانب الموسيقي فكانوا يلحنون لهم وطني بلدي يعني بنفس الأسلوب الدارج في مصر في ذلك الوقت فأنا أحب الشعبية وأنا صحيح. يعني طول عمري يعني شعبي حتى النخاع فلحنت شكل مختلف تماماً عن ما هو موجود للطفل عرضة
يا بلادنا يا حبيبه يا عز القلب. لا شوف للحين حتى باللحن احنا باللحن يعني. مثلا بست يا زينه يا زينه يا ذا، يعني هاي بست وانا المايات اللي انحطت من شو والاغاني ذي كلها، فغيرت الجو، البوصله في البحرين غيرت البوصله في البحرين والاتجاه السائد في ذاك الوقت. انا لاقوني للحين بعض الطالبات اللي اتلاقى يعني معاهم يقول انت زرعت فينا حب الوطن، زرعت فينا الانتماء، زرعت فينا كل القيم صحيح. الأساسية، وإحنا الآن يعني بما معناه يعني ننقلها لأولادنا وبناتنا. الأغنية الوطنية ترفع المعنويات في حالة الحروب، في حالة المناسبات الوطنية، الأغنية الوطنية تكون حاضرة وبقوة دكتور. الأغنية الوطنية لها تأثير ما تتخيل، يعني يعني يمكن يمكن أنا أتذكر يقال ان يعني الرئيس جمال عبد الناصر قال مره، يقول الاغنيه الوطنيه الناجحه تساوي مجهود 3 وزارات وتساوي مجهود من يمكن حجم تاثيرها يعني ثلاث فيالق بعد عسكريه وقت الحروب. بالضبط بالضبط. نعم. يعني الحديث عن هذا الجانب دكتور، اكيد الاغنيه الوطنيه مؤثرة جدا جدا. احنا بنواصل معاك الحديث دكتور، ولكن فريق الاعداد طبعا اسالك مجموعة من الاسئلة بنمط سريع، وكانت الاجابة ايضا سريعة، فايش رايك نشوفها مع السادة المشاهدين؟ خلونا نشوف مشاهدينا هذا التقرير ونرجع نكمل معاكم. دكتور زعلان على عودك اللي باعوه وانت صغير؟ وايد زعلان. أهم عمل قدمته في مسيرتك الفنية؟ كل أعمالي مهمة بالنسبة لي. أكثر موقف محرج تعرضت له؟ يعني يعني هو ما في احرج من بيعة عودي هذه وما انا كنت صغير يعني. زعلني يعني. نعم. اخوك راشد نجم في كلمه. عضيدي. اكثر شيء ممكن ياثر فيك؟ يعني لما يعني اساءة الفهم، لما احد يسيء فهمك. تتذكر سكرتير المدرسة أستاذ أحمد النعيمي؟ أحمد بن مبارك نعيمي. إيش كثر ممتن له؟ طبعاً ممتن له وايد، أستاذي ويعني وكان كان قريب منه يعني، رغم أنه كان شديد جداً بصراحة، لكن يعني أنا بالنسبة لي ترك أثر وايد كبير في حياتي. إنزين، وأستاذ إبراهيم أمين؟ أستاذ إبراهيم أمين أستاذ جليل، أستاذ هو أول من اعترف بموهبتي. شخصية تحب تتابعها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما أنا مو ما جيد بصراحة، يعني مو يعني متواصل جيدا مع هذا التواصل الاجتماعي. إنزين، شخص واحد تحب تتابعه؟ لا ما في، ما عندي احد. ايش تعني لك الفرقه الموسيقيه للشرطه؟ اذا ما يعني اذا ما بالغت فهي حبيبتي. اكثر كتاب اثر في حياتك؟ بصراحه عده كتب اثرت في حياتي، خصوصا اللي تتعلق بالتنميه الذاتيه، فيعني هذه الكتب أثرت وايد في حياتي. شلون تصف علاقتك بعيالك؟ علاقة الأب وعلاقة يعني الصديق هما كل شيء في حياتي بصراحة. طموحك ما له حدود، شنو القادم؟ طموح جديد. Thank you.
حياك الله من جديد. تفضل مشاهدينا. الموضوع في فن وموسيقى فلازم الجنس الناعم يكون بعده هو أقرب. أنا والله لا بس في يعني استوقفتني كلمة للدكتور يوم وصف الفرقة الموسيقية بأنها هي حبيبته. يعني هذه دل على يعني الشخص لما يكون يحب يعني مجاله ويحب يعني عمله يمكن كل هواجسه كلها يمكن في هذا الشيء اللي يحبه. فأنت لما تضع الفرقة الموسيقية في مرتبة الحبيبة فهذا الشيء يعني وايد عالي. لا والله صحيح صدق يعني أنا قلتهم يعني أنا قد لا أبالغ إذا قلت يعني بس عمل حبيته وأخلصنا أخلص له يعني كل الأخلاص بصراحة لأنه أحبه أحب المكان أحب الجو أحب كل المسؤولين صراحة معنا متعاونين يعني كان لنا حضور متميز الناس تحبنا في كل مكان نحضر فيه يعني فالوقت يمر وإحنا ما ندري به. صحيح كل واحد لفت انتباهه يعني إجابة معينة من إجابات الدكتور. أنا انتبهت لما قال إيش يعني لك راشد نجم فقال عضيدي. راشد نجم له الكثير من التعاون معك دكتور ومنها اعتقد اذا تصحح لي المعلومه في احتفال لوزاره التربيه والتعليم في سنه 79 كان في يعني تعاون كبير ما بينك وبين الاستاذ العزيز راشد نجم. تكلمنا عن هذا الموضوع. راشد ابي حلقه كامله احنا نتكلم عنه يعني راشد الله يذكره بخير اخوي العزيز يعني هو اللي وقف معي منذ البدايه يعني هو اللي ساعدني هو اللي شجعني هو اللي شرى لي العود هو اللي البدايات كانت مع راشد من البدايات يعني وانا صغير اول من شجعك يمكن هو اللي شجعني وشرى لي العود حتى لما انباع او يعني كانت محاوله عشان الوالد كان رحمه الله عليه يبيع العود علشان احنا عائله محافظة يبعدك عن وعود في البيت كان منكر يعني شيء كبير يعني فهو اللي يعني قاوم البيت وقدم ورجع العود لي مرة ثانية وشجعني وعرفني على بيتنا كان يعني بوجود أخوي راشد الأدب والثقافة موجودة في البيت وكان قريب أيضا في الفريج من دور فنيه هذه الامور الشعبيه إيه بس انا كنت بتحدث عن اخوي لان راشد طبعا اصدقاء عيون البيت واتعرف عليهم قاسم حداد علي عبد الله خليفه ابراهيم الانصاري علي الشرقاوي الله ذكره بالخير يعني كل اصدقاء اخوي فالبيت والبيت فيه عندنا جرامافون اسطوانات لام كلثوم لعبد الحليم ونسمة وعندنا يعني الكتب موجودة جميل. أخوي عنده مكتب في البيت المجلات الصحف يعني جمعتكم الموسيقى وأيضا الثقافة بالإضافة أن راشد طول عمره وياي يعني ليه باكر إحنا بنطلع مع بعض عندنا يعني إن شاء الله نطلع مع بعض إن شاء الله يعني فراشد يعني كل مراحل عمري يعني وياي وأول ما لحنت له في البداية هو اللي قدم لي الكلام وشجعني على التلحين ولحنت له في البداية وشكلنا مع بعض يعني ثنائي ناجح وقدمت كثير من أغاني الناجحة وبعدين وراشد وياي في كل شيء في الحلوة والمرة يعني حتى في رحلات يعني مرت علي رحلات علاج وذيك وهو وياي يعني ما فارقني تسجيلات لما رحت أوروبا وأسجل راشد وياي راشد اقول لك ابي الحق كلها اكثر الله يخليكم حق بعض من المفارقات واخواننا كلنا ترى على قلب يعني اخواني ان شاء الله دوم الله يفرقكم ويجمعكم دوم مع بعض. من المفارقات في هذا الاحتفال اللي كان لوزاره التربيه والتعليم اعتقد كان من ضمن الطلبه المشاركين في هذا الاحتفال فنانه احلام أوكي. كانت طالبة في ذاك الوقت وكانت موجودة مع الطلبة اللي موجودين أو الطالبات اللي موجودين على المسرح أنا برجعك بالذاكرة لهذا الوقت. هذه من قال لك الكلام دي يعني توصلني معلومات فريق أعداد اليوم قاعد يشتغل يعني مجندين أنت مجموعة صحيحة هذه المعلومات والله ما أدري يعني أنت أول مرة أسمعها يعني تذكر ورجع حق يعني. شريط هذا الاحتفال في سنة 79 وبتتأكد من صحة هذه المعلومة والله هذه يعني هذه واجب أعطيتني أنت دكتور الفرقة الموسيقية للشرطة يعني أعتقد لها دور كبير في حياة الدكتور مبارك نجم يعني شنو أضاف الدكتور مبارك لهذه الفرقة؟
العسكرية، عسكرية القالب؟ يعني أنا ما ضفت أنا يعني بروحي، إحنا كلنا فريقنا عمل نشتغل مع بعض، يمكن أنا أكون قائد الفريق هذه يعني، بس أنا عطيتها قد ما أقدر بصراحة. من أنا رحت برا ودرست وتعلمت، والبلد يعني خصوصا وزارة الداخلية يعني طرشتني أدرس ورحت درست وخدت أعلى المؤهلات في بريطانيا، وأرسلوني إلى مؤتمرات وايد وشفت كثير. فلما رجعت حبيت أشوف كل اللي تعلمته برا يعني أطبقه ويا الخطة الموسيقية، لكن الشيء الأساسي اللي كنت في البداية اشتغلت عليه إن تكون للفرقة الموسيقية للشرطة حضور قوي في البلد. يعني لازم يكون له حضور قوي، ونجحنا في ذي يعني في ذي المجال، وبعدين خارجيا نجحت، وبعدين صار خارجيا على مستوى عالمي، وصلنا ورحنا يعني بلدان العالم صحيح. كلها. انا هذه يعني اللي حابه ان يعني اسالك فيه دكتور، انتم لكم مشاركات فعلا خارجيه، يعني وصولكم للعالميه ما كان بشكل عشوائي، يعني يمكن سبقتني انت وقلت ان التركيز بدا طبعا في البلد، وبعدين الحمد لله بتوفيق من الله ان انتم انتقلتوا الى يعني مشاركات عديده في خارج مملكه البحرين. بحسب اللي انا عارفه او قالوا لي ان الدكتور يعني مبارك جدا دقيق في مساله طبعا اختيار المساحه فيما يخص راحه الفرقه، بما ان الفرقه هي حبيبتك يعني بالدرجه الاولى. واكيد يعني انا متاكده من هذا الشيء، لان التفاعل والانسجام اللي بينك وبين الفرقه هذه يؤكد يعني على صحه الكلام، وكانك انت طبعا القائد ودائما يعني تركز على راحه اكيد الفريق معك. جدا دقيق في هذه الامور وامور التفاصيل، كلمنا عن هذا الجانب. لما تكون قائد وانت مسؤول عن كل شيء، اللي يعني سواء كانت رحله رايحين برا مع فريق او موجودين عندك في يعني حاضرين مناسبه او حاضرين فعاليه في البحرين او سواء خارج يعني، فلما انت تكون قائد الفريق انا يتهيألي من وجهه نظري اكو تكون مسؤول عن كل صغيره وكبيره صحيح. وتبي كل شيء يمشي بادق بكل دقه، ومو بس دقة وجودة. يعني احنا دائما انا اقول لهم يجب ان تكون نسبة الخطأ عندنا زيرو. نسبة الخطأ يعني زيرو. انت قائد صارم. هو الصرامة احيانا مو لي يعني حرص على اتقان العمل. صحيح. فلذلك اتدخل في بعض التفاصيل وبعض الامور اللي أتدخل فيه شخصياً في الحقيقة يعني، لكن يعني مع الوقت الجماعة اللي معي يفهموني يعني، ما حسوا إن ذي يعني السلطة و إحنا عسكرية فيها يعني أنا ما حاجة لمصلحة الأداء، لكن إحنا الأداء عندنا شيء مهم، وعندنا إن إحنا نترك أثر طيب في كل مكان نروحه، هذا شيء وايد مهم. صحيح. فلذلك جدا دقيق على ادق التفاصيل في اي شيء ممكن يعني. يكون دكتور للامانه انتم كل يعني بلد رحتوا تتفق معي يعني أتفق. فواز فعلا تركتوا بصمه يعني، حتى وعملكم او يمكن التجربه تكون خارجيه، ولكن احنا في ديرتنا قاعد نسمع صداها، كلمه حق. شكرا يعني، بس يعني بصراحه الكل انا بقول لك هذه مو مجهود شخص، مجهود كل هالشباب هذين في الفرقة الموسيقية، كل عنصر وكل منتسب للفرقة الموسيقية في الحقيقة. نعم. يعني الشكر له وبعد يعني هم الجماعة يضحون وتعبون، وخصوصا الرحلات اللي برا صعبة جدا يعني، لما نروح موسكو في هالبرد وهالأمور هذه وهذه يعني هنشوف لقطاتها موسكو في الساحة الحمراء تحديدا وفي الساحة الحمراء يعني إيه، وقدام عالم ومعاك ناس ولازم تدقق على نوعية الأكل والاستراحة وأمور وايد يعني، وقيادة في نفس الوقت كانوا يتعبون بصراحة وايد يتعبون. في الحقيقة أنا يعني كلمة حق تقال في هذه سواء من ضباط أو أفراد في الفرقة الموسيقية، هذه جانب. الجانب الآخر أن أنا تهيألي يعني وراء كل نجاح في إدارة، لابد في إدارة يعني
والإدارة يعني من سيدي معالي الوزير لأقل مسؤول في الوزارة اللي قدموا الدعم للفرقة الموسيقية، شركاء في النجاح. صحيح. لأنهما قدموا كثير من الإمداد والإسناد والمساعدة، وفروا البيئة المناسبة أكيد. لكن الشيء الجميل أن احنا لما نروح هناك ونرفع اسم البحرين والناس يعني ينذهلون في الحقيقة. صحيح. بالمظهر، بالحركات العسكرية، بالموسيقى اللي نعزفها، بالانضباط اللي يشوفونه في العرض. صحيح. ولاقت يعني أنا شخصيا شاهد على الفرقة لما أشوفها في الأيام الوطنية تجوب الشوارع التجارية والأسواق التراثية في مملكة البحرين. صحيح. من المشاركات للفرقة أيضا مشاركة جدا مميزة كانت في العاصمة السعودية الرياض، كانت من في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المشاركة أخذت 45 إلى 50 دقيقة ولاقت نجاح منقطع النظير. تكلمنا عن هذه المشاركة. هذه من أنجح المشاركات اللي صارت في الحقيقة، لأن لما دعونا الأمانة العامة لمجلس التعاون ان احنا نقدم فقره. والله ذكره بالخير الحين هو طبعا سعاده وزير الخارجيه الدكتور عبد اللطيف الزياني، مجهله التحيه والتقدير والاحترام. هو كان طبعا الامين العام. نعم. وهو يعني كان يقول هذه الفرقه تستحق ان هي تقدم عرض. وهو كان نعم. قريب من الفرقه كونه رئيس الامن العام في فتره من الفترات. نعم. صحيح. فالكل ما كان يتخيل أنت بتجيب فرقة موسيقية عسكرية عشان احتفالية الأمانة. مدتها الاحتفالية ساعة، يعني الفرقة ايش بتسوي بالضبط؟ يعني كلها بينزين يا افتروا، يعني تصورهم من فرقة وش بتقدم؟ هذا السؤال يصعب. لكن والله قدمنا من اللوحات اللي حازت على رضا، يعني كان أمير الرياض كان حاضر مع السفراء ووزراء. أمير رياض كلمني قال أولاً كان يقول حق كان بي وزير ينادي على وين وزير ما في شيء يتعلق عندهم بالسياحة أو بالذي، يقول تعالوا شوفوا الفرقة دي سوت. وبعدين يقول أنت صعبتها على أي شنو من بأي دولة بتقدم بعدك من بعدك يعني. يقول لي أنت صعبتها على الكل، لكن بصراحة لقى نجاح من قطع النظير. يعني نعم. كان عمل متقن وبكل تفاصيله كان متقن. صحيح. اختيار الدكتور عبد اللطيف الزياني كان موفق لما قال أنا أبي الفرقة الموسيقية شعر. جدا. وإحنا كنا يعني قد المسؤولية ورفعنا الرأس في الحقيقة، يعني فقرات متعددة ومتنوعة كلها من ضمن الفرقة الموسيقية للشرطة. أشكال قدمنا، حتى العربي والجاز والقرب والدرامز والاستعراضات، وقدمنا أيضا فرقة على سياكل. الله. فرقة موسيقية على دراجات، على دراجات هوائية. واستعراضات هذه أصعب. فكان عرض صعبها عليها بالضبط. فكان عرض يعني تدخلت أعضاء الفرقة في تحدي كبير لما تقول لي أنت بيك تستخدم يدك وتستخدم صحيح. قدمك في نفس الوقت. نعم. وأنا دراجة. أعتقد يعني أيضا في جانب إبداعي، يعني يمكن ما في يعني أي فرقة يمكن راح تخاطر أنها يعني توظف الموسيقى في جانب إبداعي. يمكن أنت حضرتك دكتور هذه اللي أنت سويته، لذلك يمكن تأتي القيادة والصرامة، وأنا ما لومك بالعكس. يعني هذه يبي لها يعني عمل دقيق وعمل متقن. هو ساعات يعني يبي شويه افكار ابداعيه يعني، ويبي لها شويه جرأة، شويه مجازفه، وفيه جرأة. نعم. ويعني وتحدي في نفس الوقت، لكن مبنيه على اسس فهم. يعني انت فاهم ايش قاعد تبي تسوي. صحيح. صحيح. مو بمغامرة. لا لا لا، ما كانت أبدا ما كانت مغامرة، كانت فهم. وكانت على دراية أن الجماعة كانوا يتخوفون في البداية لما أقول لهم تعالوا خل الفرقة الموسيقية نسويها على دراجات سياكل وتعزفون، ولا ويسوون تشكيل بعد يدورون يلفون ذي. فقلت بدربكم على سياكل قبل دربكم على تهيئهم. احنا طبعا يعني انا قبل ما تروحين تقرير، ما دام احنا لازلنا مع الفرقه الموسيقيه. نعم. احنا في البدايه تكلمنا عن عصا المايسترو القائد. العصا ايضا في الفرقه الموسيقيه في القائد يملك عصا، والعصا طويله ولها حركات معينه ايضا. هذه العصا تعني بعض الاشارات لافراد الفرقه. هذه
هذه مو قائد الفرقة الموسيقية، مو قائد الفرقة. لا يعني هو هذه هو يتقدمهم في المسيرة، هو يتقدمهم يعني هذه حامل عصا السرجان. هذه أولا كشكل جميل وهيبة وحركة كذا، وثانيا هو يسيرهم، يعني هو لما بيرجعهم بإشارة يرجعهم، لما بوديهم يمين ويسار بإشارة بوديهم يمين ويسار، هذه أيضا إشارة بالعصا نفسه. إيه لما بيوقفهم عشان مثلا يأخذون خطوة تنظيم بالعصا، عشان أبي يقطعهم بيوقفهم بالعصا. لكن يعني مطلوب منه بعد يعرف يتعامل مع العصا في التشكيل بطريقة أيضا فانتازية، خلينا نقول فنية. أحيانا في حركات جميلة يسويها يضيفها، بس هي ذي قائد التشكيل، قائد التشكيل. الحركات التشكيلية يعني قائد الاستعراض الفني، الفني يعني مو يعني مثل المايسترو هو اللي يوزع لا لا العمل ما بين، لا لا تختلف، تختلف وظيفته يعني من عصا لعصا. هي عصا ولكن هني دورها غير، يعني العصا وايد بعد تختلف. انت مركز على العصا. انا مركز على العصا وايد من قبل اللقاء اصلا. كان يقول لنا على العصا وايد مهتم بالعصا، اي موضوع في عصا انا دائما يعني اركز. احنا يعني اثناء حديثك دكتور شفنا لقطات طبعا لموسكو، مشاركاتكم في موسكو، وشفنا ايضا مشاركتكم اللي كانت بالعاصمه السعوديه الرياض. خلنا نشوف ايضا لقطات اخرى بنشوفها معاك، كانت ضمن المشاركه اللي قدمتوها في بريطانيا، نشوفها مع الساده المشاهدين بنرجع نكمل معاكم. عساك طيب، الله يسلمك، بارك الله فيك، الله يسلمك، عساك طيب، الله يسلمك، شوكم كريم، كيف حالكم؟ الله يسلمك، ما شاء الله. الشباب كلهم مستعدين بالامان. اي نعم. ويعني بادين اقصى الجهد، تقديم افضل ما شاء الله. اي نعم. شكرا سلام. يلا في احد ما طلع بعد؟ طيب بارك الله فيكم، اتمنى لكم الحقيقه اكثر توفيق. سمعوه شيء ما سمعوه، بارك الله فيكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. يعني المستغرب أن فرقة عسكرية، ولكن العرض كان لوحة عظيمة ضخمة بوجود سيدي سمو ولي العهد.
اللي قدمتوه شيء ما كان فقط أداء في يعني خلينا نقول في وصلة، إنما يعني كان شبه كرنفال وأنا قاعدة أسمع وفي على أرض أجنبية، ولكن أعتقد وصل إحساسكم في هذا الوقت يعني إحساس نوع من الوطنية. أنا قاعدة أسمع الألحان وأشوف الأداء البحريني وتراثنا الأصيل والنبيل، اللي قدمته شيء يعني يثلج الصدر يا دكتور. إحنا حاولنا نقدم يعني موسيقانا، نقدم تراثنا، بالإضافة أن إحنا قدمنا طبعاً لوحة أطول من كذي كثير، يعني هذه جزء بسيط منها هذه المقدمة بس، لكن إحنا حاولنا ننقل، لأن أنا إذا رحت وعزفت موسيقاهم أنا ما أضفت شيء يعني. صحيح. ولا بنافسهم على موسيقاتهم يعني، أنا رحت وديت موسيقاتنا إحنا، فننا إحنا، هويتنا إحنا، وهذه الأجنبي يبي يشوف. الأجنبي ما يبي يشوف أشياء هو متعود عليه يشوفها. صحيح. يعني أنت لما تدرك كذي إنه هو ما يبي يشوف التشكيل اللي يشوفه عادة والموسيقات اللي يسمعها من خلال الموسيقات العسكرية اللي متعود عليه يشوفه هو، فلذلك هم بصراحة يعني انبهروا. صحيح. انبهروا بالمستوى يعني اللي شافوه والموسيقات اللي سمعوها والأداء والتشكيل وال 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 والشيء المميز إن هذه الجانب الخاص الأصيل الوطني الشعبي اللي فيه عبق، اللي فيه بالضبط، وهم اللي متعطشين يبون يعرفون يتعرفون على فنون البلدان الآخر الثانية من أدوات يعني. وكذلك حتى اللباس، ودخلنا اللباس ودخلنا الطار ودخلنا الطبور ودخلنا حتى المراويس والرقص ودخلنا القانون ودخلنا العود ودخلنا يعني كل ذي في فرقة عسكرية عسكرية. صحيح. أنت عشان تطوع كل هالآلات وتطوع كل هالموسيقات عشان تعزفها، أنا ساعات أقول هذه يمكن إحنا بس في البحرين وايد عندنا ذي يجوز. نعم. بسبب يعني شغفي في الفن الشعبي. أنا دائما أقول يعني أنا سويت الأغاني الشعبية والبيت العود وغيره كله شعبي، عرفت؟ صحيح. يعني التلفزيون الأغنية الوطنية ما سلمت من الشعبي عندي. صحيح. نعم. التلفزيون وبرامجه في رمضان ما سلم من الشعبي مني. نعم. الفرقة الموسيقية العسكرية ما سلمت من الشعبي. الأوركستر السيمفوني ما سلم من الشعبي مني. تحتاج الدول لمن يحافظ على هذا الأرث أحياناً. صحيح. يعني التمدن يبعدك عن أرثك، خاصة إذا كان أرثك عظيم، أنت تعتمد على قاعدة متينة من الأرث العظيم، من الصوت الشعبي القديم والتراث الجميل جدا. بس هذه أيضا واجب إذا إحنا نقدر نطوع فننا وموسيقانا وننشرها برا ونروح ويستمعون لها. صحيح. بلا شك. لأن إحنا خبر مرة ودينا ويانا تسجيلات حق الأعمال اللي نسويها ذي، نفذت في يومها. في يومها انفذت. نعم. كثر ما الناس تعطش. صحيح. وكانت الناس هناك يعني أذكر كنا في ألمانيا، كانت الناس تقول إحنا لأول مرة في طبعًا المهرجان صار سنين يسوونه في ألمانيا، لما راحت فرقة البحرين صادفنا الجمهور يقول أنا جيت مرتين، شريت تذكرة مرتين، يعني يوم مرتين المهرجان عشان يشوفنا مرة ثانية. هذا يبين لك إيش كثر هو عجب العرض الأول، وممكن لو كان في عرض ثالث رابع بعد ممكن. تخيل إنه يقول ما قط أنا شريت تذكرة حق يومين مرتين لنفس العرض، لنفس العرض أقول بس مخصوص عشان أبغى أشوفكم مرة ثانية. هذه الأمور الصراحة يعني تخلينا نفتخر أكيد بهويتنا وبموسيقتنا وتراثنا. في سؤال آخر يعني دكتور إذا تسمح لي، أيضا من الأمور اللي تستحق الاهتمام هو السلام الوطني أو الملكي، يعني أضفت عليه بعض التعديلات. صحيح. خلنا نتكلم عن هذا الجانب. هو طبعا السلام الوطني لمملكة البحرين قديم، يعني من أقدم السلامات في المنطقة. نعم. يعني هو يمكن في صورته الأساسية الأصلية كان سنة 42 1942 هذه في صورته الأصلية. طبعا هو السلام مع الوقت تطور. صحيح. كان قصير وبعدين انحطت عليه إعادة ونعاد مرة ثانية. والمرحوم العقيد محمد عياش
كان مسؤولي رحمه الله عليه، كان قائد الفرقه، وكان قائد الفرقه الموسيقيه قبلي، والله يرحمه، رجل تعلمت منه الكثير في الحقيقه. وهذا الرجل موسيقي هو جميل، فاضاف على السلام الكلمات. وهو كان مؤسس على ما اعتقد للفرقه الموسيقيه اللي عندنا العام في ذاك الوقت. لا ما كان هو مؤسس، يعني هو كان القائد الرابع يمكن قبل ثلاثه فيه. فاضاف الكلام واعتمد سنه 86. وبعدين في لما صار المشروع الاصلاحي والتغيير تعديل الدستور كذا، ايضا تغير السلام، فاحتجنا الى نضيف بعض التصريح في المقدمه وفي التفعيلات عشان تتواكب تماما مع السلام، بالاضافه الى نهايه، وعشان نوزع من جديد الفرقه العسكريه. مسؤوليه كبيره انت لما تتكلم عن السلام الوطني لدوله معينه لمملكه معينه، انت امام اجيال حفظت هذا السلام الوطني وعاشقه لهذا السلام، فاعتقد ان المهمه ما كانت بالسهله ابدا. ما كانت سهله، بس والحمد لله الان يعني لو شفته في صورته الاصليه وشلون وصل له الان، يعني تحس انه هو يعني تطور. في برنامج وطني ايضا دكتور كانت لك بصمه في تسجيل الهويه الموسيقيه للبرنامج، خلينا نشوف وياك دكتور كواليس التسجيل للبرنامج، شوف معك المشاهدين. الأداء بحريني، الفرقة بحرينية، كل هذه التفاصيل يعني بحرينية، والموسيقى هو قاعد يقول لي أنت حافظتها ولا بس شي قاعد دنديني؟ لا احنا حافظينها، لكن أنا يعني دكتور هذه تحت الهواء كان كشفوا أبو حق السادة المشاهدين الصراحة، أرجوك دكتور خذوا حق العصا لأن مركز على العصا حتى حين تحت الهواء مع مشاهدينا، ترى بعد سأل عن العصا وشلون وكيف
اخذوه حق العصا ان شاء الله. الحلقه الجايه بتشوفون انا في يدي عصا وداش الاستديو، مو بعصا من مرض، لا عصا يعني عصا. لمن عصا؟ دكتور، دائما في بالي هذا السؤال، في فتره الثمانينات وفي بدايه التسعينات يعني اشتهرت الكثير من الفرق البحرينيه ولكن بهوى غربي، بآلات غربية. ما خفتوا أنتم كمحافظين على هذا التراث أن مثلاً الهوية البحرينية ولا التراث الشعبي ممكن يروح؟ يعني فرقة الأخوة البحرينية بقيادة الراحل علي بحر، فرقة أجراس بقيادة الراحل سلمان زيمان، وبعض الفرق اللي طلعت في ذاك الوقت بعد انتهت، بعضها انتهوا، كانوا كلها برتم غربي. بس هالفرقتين اللي ذكرتهم يعني أهونهم يعني أهون. لأن إيه طبعاً لأن هكذا يغنون عربي ولكن برتم غربي بآلات غربية بآلات غربية معلي ما. لا ألحانهم يعني ما كانت في الحقيقة يعني شوية الأخوة بصير. كان يعني 90% إلا بعض يعني الإيقاعات يعني لا بس في فرق وايد طلعت أي في ذاك الوقت، في ذاك الوقت وايد يعني فرق طلعت وكانوا يقدمون عدة ألوان موسيقية تركيزها على الغربي كان تركيز إيه على الغربي لكن يعني صراحة لا يعني لا يصح لا صحيح يعني هذا ما يخوف يعني المجال مفتوح يعني تهيألي لازم يكون مجال مفتوح يأثر صحيح. على جيل قادم يمكن الجيل يستهوى هذا الفن وهذا النوع لما يشوف أهل ديرتي يغنون هذا النوع مو مشكلة أنا ما أظن فيه مشكلة يعني هو لازم يكون لازم تكون مفتوح لازم كل الأجواء مفتوحة وتقدم كل الألوان والآن ما تقدر أنت تمنع شيء الآن بعد الحين طبعا. الحين طبعا. يعني أبدا ما تقدر تمنع صحيح. شيء فبالعكس المجال مفتوح اللي يعني اللي بيحس انه هو ذي بيغذي موهبته وبيغذي معرفته وثقافته بالعكس هذا شيء جيد يعني انه يكون دكتور احنا يعني شفنا ايضا يمكن بعض الفرق خلينا نقول الشبابيه الجديده ترى استخدمت التراث واستخدمت الادوات يعني دخلتها في يعني في توليفه يعني جميله يعني ما لنا بد من التراث هذا احس ايش تردين علي هذا لا في في فرقه جميله اسمها هارموني صحيح حق الشباب بصراحه يعني محمد الحسن ومحمد أسيري وجابري بعد يعني مجموعة يعني قصدي من الشباب بصراحة يقدمون أعمال جميلة جميلة صحيح. جميلة وغنون غناء جميل وأدائهم متميز بالعكس والله هذه يعني التنوع دكتور هذه لازم يعني ذي الفرقة بصراحة تحتاج الدعم المستمر نعم صحيح. إن شاء الله دكتور احنا نستأذنك طبعا يعني فريق الإعداد زاروك المكتب وسجلوا معاك اللقاء فخل المشاهدين نشوف معاكم هذا اللقاء وبنرجع نكمل معاكم طبعاً الوطني من الأغاني الجميلة اللي غناها ولحنها الأستاذ أحمد الجميري الأغنية جميلة الجمل اللحنية فيها يعني هي على نمط بعيد عن الغناء الشعبي والموسيقى الشعبية هي صايرة شرقية وعادة في تلك الفترة لما تكون الكلمات أو الشعر يكون فصيح غالباً ما يكون اللحن يميل إلى الشرقي إلى الألحان الشرقية والطرب العربي النمط يعني المعروف في الموسيقى الشرقية يعني فبنلاحظ أغنية وطني يعني مو بالأغاني اللي مثل الأغاني الوطنية الأخرى الشعبية لا إنما هي أغنية أتقن الفنان أحمد الجميري في صياغة ألحانها وكانت الألحان أيضاً تتناسب مع الشعر وموضوع الشعر يعني من مفردات حتى نلاحظ أنه لما يكرر كلمة وطني وطني أكثر من مرة وأكثر من مجموعة عشان يعزز هذا مضمون هذه الشعر
الموسيقى بحد ذاتها يعني أي موسيقى أي فنان ممكن أضيف عليها إضافات وايد، لأن كل ما تكون الأغنية يعني فيها مجال إن أنت تطوحها وتقدم فيها فهي ثرية المادة، يعني المادة الثرية. فكثير من الفنانين يقدمون يعني يصيغون صياغة جديدة أو معالجة جديدة للحن. فطبعاً كل واحد وإمكانياته وكل فنان وذوقه، يعني ممكن نفس الأغنية نعطيها لفنانين مختلفين، كل واحد بيضيف عليها إضافات مختلفة من ناحية الألحان، من ناحية التوزيع، من ناحية الآلات، الإيقاع. إحنا أيضاً يعني ممكن حتى الإيقاع يلعب دور في الأغنية في طريقة صياغتها. فأنا تهيأ لي المجال واسع، لكن المدة مثل ما تفضلت تعتمد أيضاً، يعني أحياناً عمل ياخذ الأعمال الفنية والإبداعية لا تقاس بالفترة الزمنية بوقت. أحياناً الفنان ممكن يصيغ أجمل الألحان في عجالة، وأحياناً يأخذ له وقت طويل، فهذه الوقت بصراحة هو صعب الواحد يحدده في الأعمال الإبداعية. يعني هو يتهيأ لي الإلهام لأي فنان يعني أو بشكل عام يتهيأ لي. أما تكون يعني يكون في يجي الإلهام في ترى في عدة يعني أماكن ولحظات. أحياناً ممكن يكون أنت سايق السيارة، أحياناً يكون مثلاً أنت في تسمع موسيقى، تسمع موسيقى ودي الموسيقى يعني حركت فيك شيء، حركت فيك شيء وخلاك. أحياناً لما تقرأ كتاب، أحياناً تقاعد في حتى محاضرة أو اجتماع ممل. أحب الوطن، أحب البحرين، وأحب ناسها، وأحب دواعيسها وشوارعها، أحب كل الناس فيها، أحب هذا البلد الحبيب، البلد في الحقيقة يعني آية في التسامح، وفي بلد ناس طيبين، بلد قدم الكثير لنا، وعندي عشق أعشق هذا البلد. مشاهدينا تابعنا معاكم لقاء اللي أعدوه في طبعا فريق الإعداد في مكتب الدكتور، وفي مفاجأة دكتور، يعني في كلمة الحين بنشوفها لصديق حب إنه يوجه له كلمة عبر برنامج وطني. خلونا مشاهدينا نتابع معاكم هذه الرسالة. أنا مهما قلت ومهما تكلمت شهادتي فيه مجروحة بصراحة. هالإنسان الله يحفظه ويخليه ويطول عمره مفخرة البحرين، وهالإنسان مبدع في جميع أعماله. من يوم كان قبل لا يروح يدرس في القاهرة في معهد الكنسرفتوار كان مبدع في ألحانه، وبصراحة هالإنسان يعني شو اقول، يعني هالإنسان عظيم. انا ربيت معاه وصداقتي معاه من سنين، يعني انا كان هو يساعدني ويدرسني ويعلمني. انا كنت للشرف العظيم كنت في الفرقة الموسيقية لقوة دفاع البحرين موسيقي، ونوت وأعزف، وهو كان يعلمني بصراحة. لا الفضل الكبير عليه يعني.
فربي يحفظه ويخليه ويطول عمره إن شاء الله. حبيبي يا حمد حربي عزيزي وأخوي العزيز وأقرب الأشخاص لي في الحقيقة، يعني أنا حمد ربيت وياه عمر وهو من أقرب الأشخاص إلى قلبي في الحقيقة يعني. والنعم فيك سلي والنعم فيك حسن. واضح من كمية المشاعر من خلال كلامه، واضح من ابتسامتك حتى ردة الفعل كانت جميلة جدا. عقب هذا المقطع بعد بنشوف مقطع ثاني، بنشوف معك فيديو، وعقب الفيديو عندنا سؤال على هذا الفيديو. شوف معكم مشاهدينا. راح اللي علمني الفرح، عيني على اللي راح، خلى بساتيني عادة يصفق عليه الراح. راح اللي علمني الفرح، عيني على اللي راح، خلى بساتيني عادة يصفق عليه الراح. يا فادي ما ينفع دمع والشكوى بين الراح. راح اللي علمني الفرح، عيني على اللي راح، خلى بساتيني عالم يصفق عليه الراح. يا فادي ما ينفع دمع والشكوى بين الراح. نبتدي بآ. هذه أغنية قديمة غنيتها أظن سنة 1986 من كلمات علي الشرقاوي، هو يموال يعني، وحولت إلى صوت محاولة كانت، يعني كانت عندي رغبة أن أسجل بعض الأغاني من الحاني يعني بصوتي. وكنت بقدم تجربة شوي مختلفة عن، يعني أنا قدمت ألحان كثيرة لكل المطربين، يعني قلت أنا خلنا أحتفظ بكم أغنية بصوتي لي، أسوة ببعض الفنانين الكبار الملحنين أمثال في الكويت يوسف دوخي، ويعني طبعا ما بقارن نفسي بصنباطي والموجي وذي، بس هم ايضا غنوا بعض الاغاني خاصه لهم يعني. فانا حبيت اقدم بعض الاعمال بصوتي، وهذه واحده من ضمن الاغاني وغنوها في مسلسل واستخدمت صح. هذه ما شاء الله انت عارفه يعني، هي كانت تغني ترى معك تغني اسمعها كانت تغني ويا هذه الاغنيه كانت تناسب حلقة آية سلمان، في ذاك المقطع ما بعرف ليش تذكرت ذي الأغنية أنا مباشرة، فقلت بستخدم ذي الأغنية بدل ما أعمل أغنية جديدة لذاك، فاستخدمت هذه الأغنية غنت الفنانة الكبيرة أحلام. والنعم اليوم ذكرنا الفنانة الكبيرة والقديرة أحلام مرتين ذكرنا في حفل وزارة التربية والتعليم ولما غنيت هذه الأغنية. أنا والله ما ودي، أنا أشوف هاي قاعدة تحاول يعني بتشكرك، أنا ما ودي أنهي هذا اللقاء، ودنا نطول ونختم معك مع البرنامج يعني. احنا سعيدين ومستمتعين معك يعني، انت وديتنا في زمن وذكريات جميله. احنا دائما نحب نتذكر هذه الاغاني ونحب ان نتذكر هذه المسلسلات الصراحه، وانت قدمت الكثير لمملكه البحرين، وايضا اضفت للموسيقى البحرينيه اللي يعني يشهد لها القاصه والدانيه دكتور يعني. وتجاربكم طبعا الخارجيه خير دليل على وصولكم للعالميه، واعتقد هذه فخر يعني ما بعد فخر. والله احنا ما قدمنا للقليل يعني لهذا البلد، البلد يحتاج يعني يستاهل، صحيح يستاهل نتقدم له اكثر واكثر، والبلد هو اللي علمنا وهو اللي ربانا وهو اللي اتاح لي كل الفرص بصراحه عشان اتعلم. وهذه ابسط شيء يعني، ارجع ولو شيء بسيط من جميل صحيح هذا البلد وهالناس الطيبين. ف
اللي قدمناه قليل، محتاجين نقدم اكثر بعد. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم، والجميل جدا المحافظه على هذا الارث العريق لمملكه البحرين في الجانب الفني والشعبي اللي هو الدكتور مبارك نجم قائد الفرقه الموسيقيه للشرطه. شكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم. وصول ايضا لهذه الكوكبة من الفنانين اللي ذكرناها من خلالك اليوم في هذه الحلقة. مشاهدينا خلكم معنا فاصل وراجعين لكم مع فقرة عند هاي القاسم.